زوايا حول الحقيبتين المعلومتين. بس نحن بالفترة الأخيرة بالمسار التفاوض الأخير اكتشفنا لأول مرة ربما بتاريخ هذه البلاد أنه العقدة المحلية لأول مرة هالقد عند القدرة على عرقلة المساعي الخارجية والدولية، يعني لأول مرة المشكل اللبناني بعرقل جهود ورغبات دولية يعني متوفرة نتيجة ظروف معينة. بهذا السيناريو اللي انت عم بتقول انه هناك تسارع لتطورات في المنطقه فرضت على السلطه السياسيه بان تتوجع الى دمشق بعد انقطاع دام 10 سنوات. طيب هل ممكن هذا الانفتاح او هذا الضوء الاخضر الدولي بالذهاب نحو دمشق ان يعرقل لاعبين محليين نظرا لمعرفه؟ مستحيل، هناك استحاله، بكونوا غشم. أوكي، السؤال إذا البعض وتحديدا يعني كان عندكم عم تقول النائب هادي حباش، إذا هذا البعض عنده مشكل سعودي وهذا المشكل السعودي منعت سعد الحريري من تأليف الحكومة، شو ما حكيوا قد ما بدهم يحكوا، والوقائع تثبت ذلك وما يحصل من مزادات علنية في السعودية وما إلى هنالك. إذا كان هذا البعض صار متفلتا من الضغط السعودي نتيجة المشكل القائم وهامش اللعب الداخلي اتسع في مسألة التعطيل وليس في مسألة التسهيل، من هلأ بقول إذا عم بيراهنوا بعرقلة مسألة الانفتاح على سوريا، لأنه بكرة جايك وفد وزاري سوري ومنا نستقبله مثل ما استقبلونا السوريين، سجل على حكيات كمان عمل لك معلومات، بده يجي وفد وزاري سوري ومنا نستقبله لأنه في استكمال لهذه المحادثات التي حصلت في دمشق والعرف الدبلوماسي، إذا قام وفد بالزيارة بده يكون في زيارة مقابلة. وإذا ما أريوا مشهدية جنوب سوريا التي حسمتها روسيا مع النظام بموافقة أمريكية وتم إخراج المسلحين، وإذا مش عم يتوقعوا مشهدية شمال شرق سوريا وأنه هذه سوريا القائمة بحدود الحالية لن تتقسم، مش حيروح منا ولا شقفي بقرار روسي وبقرار دولي، بيكونوا هني عمليا مثل العصفور اللي بعده قلبه عم ينبض بآخر نقطة دم قبل ما يتوفى سياسيا. فينتبهوا لهذه المسألة. أعطيتك مثل طلعوا الدرج لآخر، خليهن يطلعوا تحت ليشوفوا قديه السقوط سيكون مدوم. يعني لا تتوقع بأنه نرجع بنحكي انه عم نحكي بسيناريوهات افتراضيه في حال لو تشكلت الحكومه، بانه هذه المهمه التي بداتها السلطه السياسيه ممثله بحكومه تصريف الاعمال والزياره التي حصلت يفترض ان تستكمل في عهد طبيعي الرئيس نجيب ميقاتي في حال لو تشكلت. من يفترض الحكومة ان الرئيس نجيب ميقاتي على عداء او على خصومه؟ هذا السؤال بدي اسالك، ولو كان هذا حصل بضوء اخضر امريكي ودولي، بس الا يمكن ان يشكل ذلك حرج للنجيب ميقاتي الداخل بالشماليه؟ بالعكس، يعني عم نحكي على 10 سنين من خليني يروحوا يعملوا استطلاع بالبيئة الشمالية وبالقرى والبلدات المحاذية للحدود السورية وشوفوا هذا المواطن اللبناني من دون انتمائه الطائفي شو بيقول. يعني ما فينا ننسى حدث كتير مهم، يعني لحظة اغتيال وسام الحسن، يعني بظل يعني كان تشكيل حكومة رئيس نجيب ميقاتي على أنقاض حكومة سعد الحريري، يلا يلا يا شباب ويا صبايا يلا يلا على السرايا وحصل ما حصل. فبالتالي في هذا الظرف إذا كانت يعني فتحت الطريق لحكومة نجيب ميقاتي في حال لو تشكلت، ولو بذلك بيعني يعني رصاصة رحمة على يعني من أتى على أنقاض هذه الحكومة، يعني ما فيك تتوقع أنت شتى المحاولات لعرقلة هذا المقعد. ولا زالت قائمة إلى الآن وأنا لا زلت إنه عندي خشية، لهيك عم أقول وعم نبه مش عم هدد، ما حدا يفهمني غلط، عم حلل أنا وياك نفكر على صوت عالي، إنه باعتقادي إنه 5 سنوات من عهد الرئيس عون الانكفاء لحزب الله واتخاذ موقف المراقب والتدخل ظرفيا عند الضرورة لمعالجة بعض المسائل التي تمنع الانفجار الكبير، ينتبهوا بآخر سنة في باعتقادي أن شيئا مختلفا سنشهده على هذا المستوى. هذا الشيء المختلف قد يتم النظر إليه على أنه مفاجآت،
اللي بيشوفه مفاجأة بيكون هو ما بيفهم شيء بالسياسة، بيكون عنده قصر نظر بالسياسة. لا، التعاطي واللعب اختلفت، نحن دخلنا إلى مسار جديد. هذا المسار الجديد له إشارات واضحة: سوريا، وفد الوزاري بسوريا، جنوب سوريا، أفغانستان وما يحصل في أفغانستان، إقفال الحدود الروسية، إقفال الحدود الباكستانية، إقفال الحدود الإيرانية. باكستان إن شاء الله لا ذاهبة إلى مذبحة داخلية. ربما نشهد مثل في شمال شرق سوريا إذا حصل الانسحاب الأمريكي المفاجئ وفلتوا الأتراك الدواعش وعملوا المذبحة بالأكراد. هذه الأحداث الكبرى بدها تخلي القوى المؤثرة أن تجلس أيضا إلى طاولة وأن تصيغ تسوية جديدة على صعيد المنطقة. وقت اللي دعا وليد جنبلاط لتسوية بالداخل تستبق تسوية الإقليم، البعض أنه بلش، شفنا البيانات اللي طلعت والانتقادات وأنه انقلب علينا وليد جنبلاط وما إلى هنالك، اضطر الزلم يروح يحصن بيئته الداخلية ونجح إلى أبعد الحدود. وياريت نسمعوا له لوليد جنبلاط، بعتقد بعد فيهم يستلحقوا حالهم وهن يطلبوا منه يقولوا له نحن من فوضك تطرح آلية البدء بالصوغ هذه التسوية الداخلية لحتى لا نتتفاجأ بتطورات تجعل سقوطنا مدويا. بني هلالين، واللي بده يزعل مني يزعل، الحذاء الذي ينتعله وليد جنبلاط بيفهم سياسي أكثر من كثير من القوى التي تدعي أنها تشتغل بالسياسة.